النهارده محاكمه سفاح التجمع، القضيه التي شغلت الراي العام بالكامل. متهم اسمه كريم، فجاه اكتشف حاله قتل، ثم الثانيه ثم الثالثه، ثلاث حالات قتل سيدات. النهارده في المحكمه جلسه في غرفه المداوله معاه خمس ست محامين، دخلوا معاه غرفة المداولة، ده المتهم في أثناء محاكمته النهاردة زي ما حضراتكم بتشوفوا طبعا، ووقت الدخول لمتابعة وفحص الأدلة، وأيضا كل ما الأدلة الخاصة بهذه القضية. المحكمة فض أحراز هذه القضية حوالي أكتر من 130 فيديو تقريبا وآلاف الصفحات. طبعا المحامين اللي كانوا موجودين معاه دخلوا معاه مع قدام هيئة المحكمة، هيئة المحكمة ورتهم وبدأت توريه وطلعوا شايفين المتابعة، شايفين كله، لأنه قضية رأي عام، قضية رأي عام، قضية كبيرة يعني. لأنه متهم ارتكب هذه الجرائم وقام كمان بأعمال يعني زي ما نقولها كده يعني ملهاش علاقة، حتى القتل نفسه، وارتكب جرائم أخرى بعد ما يقتل الضحية بيرتكب أفعال وجرائم أخرى بعيدا عن تفاصيلها يعني. ولكن تم مواجهته النهاردة بالفيديوهات في حضور المحامين. كانت أسرة المتهم يعني وكلوا خمس ست محامين يدافعوا عنه. المحامين النهاردة لما دخلوا المحكمة استمرت حوالي ساعة في فض الأحراز، ويعني وضع كل الأحراز أمام المتهم وأمام المحامين يشوفوها، وهو يشوف كل الأحراز. طبعا الأحراز دي خاصة بتليفونه وخاصة بكل ما تم جمعه من أدلة وتقديمه للمحكمة. المفاجأة كانت أنه جميع المحامين انسحبوا من غرفة المداولة، انسحبوا ما يدروش يكملوا، دي كانت المفاجأة. وكلهم اعتذروا عن الاستمرار في الدفاع عن المتهم. الحاجة اللي قالوها لما تم التواصل مع بعض من السادة المحامين، أكدوا أنه اللي شافوه في الفيديوهات لا يمكن أبدا لأي واحد فيهم يستمر في الدفاع عنه. قالوا طبعا كل يعني اللي شافوه أمور يعني جريمة قتل، ولكن ما بعد كمان جرائم القتل التي ارتكبها هذا المتهم. عشان كده قرروا أنهم ينسحبوا. هيئة المحكمة سألته محامي، قال لا أنا هجيب محامي، هيكلف محامي آخر أو محامين آخرين. طبعا جلسة أجلت ليوم الخميس بعد بكرة، لأنه محاكمة زي ما بنتكلم كده على العدالة الناجزة، وبعيدا أنها قضية رأي عام، ولا القضاء ملوش علاقة بقضاء، القضاء له علاقة بأدلة موجودة قدامه، لها علاقة باعترافات، لها علاقة بأحراز، لها علاقة بأدلة قوية جدا قدمت من جانب النيابة العامة والأدلة التي جمعتها أجهزة الأمن على مدار سواء في القاهرة أو بورسعيد أو إسماعيلية، في أكثر من ثلاث مديريات أمن مع الأمن العام والبحث الجنائي، جمعوا الأدلة بالكامل واعترافات وشهود وكاميرات في الشوارع التقطت تحركاته بعربيته وهو بينقل جثث ضحاياه، وبيتولى عملية رمي بنقلهم وسط حقائب ونقلهم لمحافظات مختلفة، وبالتالي هناك أدلة قوية جدا موجودة في هذه القضية. أمام هذه الأدلة كل المحامين النهاردة انسحبوا واعتذروا عن استكمال الدفاع عن السفاح اللي كان النهاردة يعني بيخفي إخفاء وشه عن كاميرات زملاء الصحفيين اللي كانوا موجودين بيغطوا هذه الجلسة المهمة. وطبعا في فيديوهات، يعني في فيديو من الفيديوهات المشينة واللي قدمت النهاردة وشافوا ما شافوهاش بالكامل، شافوا جزء منها، فيديو مدته سبع ساعات.
ده فيديو واحد، في اكتر 130 فيديو، منهم فيديو مدته 7 ساعات، يعني بادئ فيه مع الضحية واحدة من المجني عليهن، وازاي والتعامل معاها والتمثيل بجثتها وقتلها ازاي وكل شيء لمدة 7 ساعات، ده فيديو واحد. فطبعا يعني لا اسرته حضرت ولا اسر المجني عليهن حضروا، يعني العيلتين ما حضروش، أسرة المتهم أو القاتل أو السفاح ما حضرتش، وكمان أسر المجني عليهن الثلاثة ما حضروش هذه الجلسة. وطبعا المحكمة أجلت ليوم الخميس القادم لمحاكمة هذا السفاح، سفاح التجمع، في جريمة يعني شغلت الرأي العام.